أنا ماليزيا تو مويشو كوا نم نصيحي أبو هاشم نجي نصيحي نامي مونيوي نكلا سلفي أما يقوان با أتاككم ردي يوتي كتكواتو نموصي أوي مكويلي في الكلام أوصيه بالصدق في الكلام والأمانة في النقل والعدل في الحكم ما بهاي متاتون مهم سانا وكويلي كتكمزو قمزو ومنيفو كتكونو كو نكويلي زي حقائق زيليو توكيزيان والعدل في الحكم نتوي واديليفو كتك كحكوم. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألو سجيل هايا نجيان نورين ابن عثمان ابن محمد الجبرتي وسيكو وجما بيلي تريكم نبيلي مزو صفر مواكا الفموجة 440 نبيلي اشتكى.